السلام عليكم اخوتي ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي سعديه بلوغ. عندي معكم واحد العصير. دابا انا صايمه، بغيت نشارك معايا هذا العصير ديالي. غادي تشوفوا انتم، هذا التفاح، هذا اللوز، هذا القرقاع، هذو سبعه ديال التمرات، هذا شويه هنايا كاين الزبيب. باش تشوفوا كل شيء مزيان، انا غاد معكم. هنا كاين التفاح، هنا كاين اللوز، كاين القرقاع، كاين التمر، كاين الزبيب، كاين الشريحه. انا غادي نجرب ان شاء الله في هذا اليوم الطحنه. انتم هذا عصير منعش، عصير ديال القوه ديال الانسان اللي صايم، ما عندوش بقى يعمر كلشي بالخبازات ويعمرها بالحومات. هذا هو النعيم تاع سيدي ربي، هي هذه. انتما شفتو كيفاش طحنتو، طحنتو بلا حليب. انا ما عنديش مع الحليب، ما كنبغيش نشرب حليب في العواصير. انا كندير دايما العواصير ديالي بالماء، الا مشيت تشرب الحليب ما غنكونش مزيانه. اهو خاتم خرج خاتم مزيان مزيان بزاف، مقوي منعش، عرفتيه؟ فيه الزبيب، فيه الشريحة، فيه التمر، فيه التفاح، فيه اللوز، فيه القرقاع، زعما كل شيء المقويات اللي مطلوبة الجسم فيه. ولو كان درت الحليب كنت غنخسر كل شيء. الحليب ممنوع عليا، الحليب ما كنشربوش، ماشي ممنوع عليا الطبيب ولا شي حاجة، أنا كنحس بالحليب كيضر غير ما كنديروش، عندي ملك جدر به. أنا كندير الماء في العواصر، كندير الماء الليمون، نقدر ندير الليمون، الليمون مزيان. ايوا نتمنوكم تجربوه، ولا جربتوه والله ما غادي تندموا عليه. انا اليوم انا صايمه، حاولت باش ندير العصير، درت نشارك معاهم. ايوا الحمد لله. ودابا غادي نحطو بحول الله. هذا هو فطوري انايا، هادشي اللي هو قليل ولكن بيضات وشي حاجه وستسعين بيه. الله يبارك، ان شاء الله غادي غير تدوخوه وغادي تداوموه، توليو دائما مدموين عليه. كيقولو لها كنسى مدمنين عليه، غتوليو مدمنين عليه، لان المذاق ديالو زوين وهو زوين. ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويلقاكم هذا الفيديو ديالي بالصحه والسلامه والهنا،
وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.